لك شوفوا، لك شوفوا يا خلايا الله، شوفوا لك شوفوا شو لقيت بدل العجينات تبع هذا الفرن. شوفوا لك هذا الفرن، هذا الفرن اللي بنطعموا اولادكم منه، لك اللي بنطعموا خبز ولا لاولادكم منه. يا اخي كيف بلاك عنا على حب النبي؟ لك روح عمي روح، روح نظف فرنك قبل ما تجي تعلق. يا ابن الحلال، انت متاكد انه هي الفاره كانت بقلب الكيس يلي فيه العجينات؟ بالله شو لكن شو شايفني جاي تبلع ليه هون؟ يا جماعه هذا واحد كذاب، انا بايدي حطيت العجينات بالكيس وما كان في شيء. خلاص لا واحد منك كذاب، تطلع كذاب وستين كذاب وحرامي كمان. ماما ماما ليه كيف بلعت عنا وطلع لمرات خلاص. شرف معي يا اخي شرف. وليش بقى مين حضرتك بلا صغره؟ انا صاحب الفرن. وليش لرو معك اذا عندك حكي بتحكي هون؟ اخي شرف معي على المضافه احسن. عمي بلا مضافه بلا بطيخ، عندك حكي بتحكي قدام هالخلايق. يرضى عليك رد على كلام الزعيم وشرف معه على المضافه. ايش حضرتك الزعيم؟ مثل ما قال لك شرف. شرف سيك زمان معيك كبير بالك على الفرن. معيك الله عمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت ولا دخيلك رح تقتلني. لك وين انت؟ انطلق. انا اسمي ابو الليل. ليش هيك كذبت اليوم؟ قلت انه لقيت فاره في العجين. الله وكيلك انا ما دخلني، انا عبد مأمور. اشو ما دخلك؟ احكي احسن ما بلعك ياها. مين اللي بعتك ولا مين؟ رح احكي لك من طقطق السلام عليكم، بس وعدني انك ما تقتلني. ايه توعدك. هذا يا سيدي. شو لك؟ شو بدك يا عرو؟ هالواطي في كلام بده يقول لك اياه. بوس ايدك يا زعيم تسامحني، بوس ايدك يا زعيم تسامحني. لا شو القصة يا عوب؟ اشو؟ قعد انك خرست. قول للزعيم اللي بعتك احسن ما قسمتك ضرب وديك على الديار البلي. احكي شو؟ احكي. شكري شكري يا ابن عمك زعيم، هو اللي دفشني لاعمل هالعمله العاطله، قال ما مشان يخلي سمعتك تحت الصرامي. لا حول ولا قوه الا بالله. والله انا ما دخلني. يعقوب امرك زعيم، فكه وخليه يروح بحال سبيله وما حدا يتعرض له. شرفوا يا رجال. كبير يا زعيم. تمام. اخر ابن الزعيم حكى بس. طول بالك اخي. ماشي. يلا. ليه؟ يلا. تعال. تعال. شرفي. نراجع الفرن. يلا. شو لا يا سيدي؟ شو؟ طولان لسانك كثير. شو في شكري؟ شو القصة؟ تغشمن لقلك. ليك ولا أنا من زمان ما كنت فاضي لك، بس هلا فضيت لك منيح. طول بالك. ولك ما بدي طول بالي، بعد ما بدي طول بالي. مينك أنت ولك؟ أول شيء أنا ماني ولك. ثاني شيء طب شبريتك أحسن ما وصلك على بيتك محمل، فهمت؟ ولك مينك أنت وشو يدخلك على حارتك؟ أنا يا عقوب الحسن، وإذا ما بتعرفني سأل عني أبو الليل سندك. ولك لسه ما خلق اللي بدي أعلم على شكري أبو الدهب بحارته. لا أنا ما راح أقول لك، بتعرف ليش؟ بس لأنك قرايبه للزعيم. روح ترمي من هون ولا بتورجيني خلقتك. اوعى تقرب على ياسينا. اوعى اوعى. ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال متواشر.
يسموا يديك يا بضاي، كان رح يقتلني هالواطي. ولا يهمك استاذ ياسين، صغيري نص راسك جايب اجلك، عم تفهم شو بقول؟ عم بفهم عم بفهم. اسمعوا لا شكري، ابو خالتي ياسين ماله علاقة بمشكلتك لياتها، بتشيله من راسك بنوم. انا اجيتك على الدنيا لاثبت لك اني بقدر اصل لك وين ما كنت تكون وليكني بنص بيتها، حتى لو رحت لاخر الدنيا بقدر اصل لك، عم تفهم ده؟ عم بفهم عم بفهم. امرك عبود امرك. حاضر عبود الشامي، انت بتعرف منيح شو يعني عبود الشامي مو هيك؟ بعرف ياسين بتشيله من مخك منوب لانه ما له علاقة. ما له علاقة ما له علاقة. علاقة شو ما له علاقة منوب، عم تفهم؟ اسمعوا لا، هلا بيطلع من هون ايش كان بسمع صوتك قسما بذات الله لأطرقك فشكي موتك بأرضك، عم تفهم؟ لا تحرك، لا تحرك، لا لا تحرك، لا ولك يا عالم، لك يا كرفان، عبود هون، ولك عبود هون. لك أمي شوفي، لك شكري وين رايح؟ لك شو بجوزي؟ ما بعرف يا مرت عمي. لا عمتي شو صاير؟ شو عم أعمل أنا؟ شو بدي له للكركون؟ قل لهم إنه عبود وصل لنص بيتي مشان تصير قصتي على كل الزام بالعارة. ماني رايح على الكركون. ليك فاضل خير امرني. لك ليش هيك عامل مع هالمسكين ياسين؟ ودي شو دخلك بنصة؟ لا بس يعني هيك افهمي، لا تحشر انفك بشغلات مالك فيها. لك شو مالي فيها عبد الحلال؟ انت بتعرف انه ياسين ابن حارتي وانا معتبره مثل ابني، وانت ظلمته لياسين. فهمي خليك بشغل الزيت تبعك احسن لك. ها لا يا شكري، ليش هيك عم تحكي معي؟ لك لانك عم تتدخل بشي ما بيعنيك. لك لسه بيقول لي ما بتعنيني. انت بتعرف انه ياسين بيعنيني وكتير. امنت بالله على هالنهار رح تبلش تعصبني. ها فهمي يا خساره، بس هلا معقول انت ابنه لبشكري؟ شو قصدك ولك؟ انا ولك؟ على الأقل احترم الشيبة. ولك إذا خايف على شيبتك ضب لسانك وحش تحكي كلام طالع نازل. يا حيف بس، رحمة الله عليك يا أبو شكري. شو بدنا نقول؟ وردة وخلفت شوكي. فهمي. أهلين أهلين أهلين. فهمي معيتك الزيتات الله يسترك. ليكو يا هالمرة نفدت، المرة الجاية لسانك بدي أصل لك. ياص يا ناس يا عالم يا هو، إن كانت الزيات عم تحتلي يا ناس، إن كانت الزيات عم تحتلي. اجا الزعيم حكى معه كلمتين، حمل درب طريقه وراح. وبعدين؟ يا ابو فهمي دكانتك عم شو هالصوت؟ هذا صوت مرزوق؟ شو عم بيقول؟ دكانتك عم تحترق. يا لطيف الدكان، قولي على امتي. حدد الدكان، قولي على امتي. يا ابو شير يا لطيف، قولي على امتك يا فهمي، احترقت الدكان، قولي على امتي. يا زعيم يا زعيم يا ابو فاضل، يا زعيم يا زعيم يا ابو فاضل، يا زعيم يا ابو فاضل. يا خير ابو شير، حاليا
حريقة كبيرة بالحارة كبيرة كتير. شو حريقة وين؟ بدكان أبو فهمي زياد نادي الزعيم عمر الله يرضى عليه. أنا جيل رئاسة يا رفيق يا رفيق أنا جيل رئاسة خير 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 ما صفي شيء يا زعيم الله يعوض عليه طول بالك يا ابو فهمي طول بالك انخرب بيتي يا زعيم انخرب بيتي كل شيء بيتعوض كل شيء بيتعوض لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب حلو حلو نوري ابو يونس مع بعض على شو عم تتامروا بنصاص الليالي وشربان كمان الله يخزيك استغفر الله رب العالمين شوفوا لا تفكر انه انا ساكت لك والله العظيم لحتى خليك تندم يا نوري امشي زعيم امشي انا ما بدي منك شيء انا بدي الزعامه اللي انت سلبتني اياها ويا عم احكي هذا الحكي قدام ابو يونس وقدام رب العالمين ليش انت بتعرفه لرب العالمين فهم عليك يا ضلالي بعيد الله يهديك يا شكري ايش الحال يا نوري أيام بيناتنا الله يا ترى مين بده يكون بهالوقت يجي؟ إن شاء الله خير يا أبغى يا الله إن شاء الله يا رب بخير اسمك هاي أخي خلاص شوفي المرزوق برا عم يقول الفرن تبعنا عم يحترق شو؟ الفرن عم يحترق استفادات الله رحمه يا زعيم الله يجعل اقبل على صايده لا اسالوا كرم القضاء ولكن لا اله الا الله لطفه في يا رب معقول شو عم يصير ولا قوه الا بالله
شو يا ابو احمد شو اللي بصير؟ والله ما بعرف ما بعرف يا ابو يونس. شو العمي هاي؟ لا اله الا الله، شو صار هجين؟ خير. لسه الخير لقدام يا اهل حارة اللوز. عبود، لا حول ولا قوة الا بالله. شو اللي عم يصير يا ابو احمد؟ والله ما بعرف. انا ما بعرف كمان شو صاير يا ابو. شو صاير بالحارة؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. الدنيا واقفة، ربيته على العمر. وصل البلة دقنك يا نوري. ولك انت لك عين تيجي توقف بيناتنا؟ ولك اقتلوه اقتلوه، خلوا يعرف ابن خالته لهالكلب شو عم يساوي فينا. اقتلوه اقتلوه. روح على بيتك، روح على البيت. بس يا زعيم روح. لا حول ولا قوة الا بالله. شو عم يصير؟ يلا يا رجال يعطيكم العافية، كل واحد على بيته. الله يعوضك يا نوري. الله يعوضك يا زعيم. يعوضك الله زعيم. لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا قتلك يا عبود، قتلك يا واطي. هذا الأب لما سمع كلام الخالي مرتاب لك ضلت تقله اصرف المصاري اصرف. لك مين هذا اللي عم بيرمي سلاحه المصاري؟ معقول يكون واحد من قلب الحارة؟ معقول يكون عبود؟ لا لا، عبود واطي وما بيعمل خير. لكان مين؟ نوري المدرسة عم تحترق. يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة. يا يعني الواطي عبود ما بده يحل عنا؟ يا رجال بدي احكي شغله ولازم تسمعوني منيح. تفضل يا سيد ياسين احكي. عبود ما دخله بالشي اللي عم يصير بحارتنا، لانه عبود بيحبني. عبود بيحبني ومستحيل يحرق المدرسه اللي كانت حلم حياتي. عبود ما دخله، عبود مو هو اللي حرق دكان ابو فهمي، ولا هو اللي حرق الفرن ودود الخل منه وفيه، واللي عم يعمل هاي العمايل واحد منا وفينا. لا تقطرش تنحش عم ياسين على حب النبي. ها اذا مو عبود اللي عملها مين بده يعملها لكان؟ يا عمي ابو احمد، يا جماعه الخير، ليش عبود لحتى يحرق المدرسه؟ شو مصلحته؟ فكروا فيها منيح، جاوبوني. اخلاص وسدنيعك، حاجة تدافع عن عبود. زكور على نصهر سكوت. انا ما عم دافع عنه يا زكور. صحيح عبود ابن خالتي، بس انتو بتعرفوني انا لما بحكي كلمة الحق بحكيها ولو على قطع رقبتي. عبود ما دخلوا بالشي اللي عم يصير بحارتنا، واي واحد بيناتنا اي واحد بيقدر يكتب هاي الورقة ويعلقها على الحيطان لحتى يلزق التهمة بعبود. يا شيخي يا بختار. شرفوا شرفوا يا عم يا ابو احمد، يا فارس، يا اهل حارتي. لك اسمعوني، لك عبود ما له علاقة. لك مشان الله يا زعيم، مشان الله اسمعني، عبود ما له علاقة، ما دخله. يا الله والله ما له علاقة، ما دخله.
حرام، والله حرام، حرام تصبوا لي الرجال، والله الظلم حرام، حرام. أهلين فايز. أهلين. أهلين بصهري والله. ليش عم تتمسخر؟ لأنك مسخرة. شو؟ شو لك شكري؟ طولان إيدك ها؟ أنا بقى جاي اليوم لحتى أفرم لك ياها. لا زلمة. بس الزلمة بيجي لحاله وبيجي معه هدول الأولاد. هذا مو شغلك. يعني هلا أنتوا جايين ومرابطين لي هون مشان تعملوا لي قتلة؟ لا. نحن جايين لحتى نقتلك على الخالص. رعبتني والله. ما فشريت عينك ولا حريمي؟ هون! 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 عم تتقاتلوا علي هون! قوموا الآن! قوم! يا ابي شو؟ ليش احتجتني اني مد ايدي عليك؟ ليش؟ ابن عمك هذا لسه بده يذبحه، اللي بمد ايده على حرامي بيكون حرامي اكثر منها. حليق! بعد كل اللي عملته فيك يا نوري عم تدافع عني، معقول كون غلطان بحقك؟ معقول الزعامة عمتني وما عادت شفت الشغلات الحلوة اللي فيك؟ بس لا لا، انت الحق عليك، الزعامة من حقي وانت اخذت مني غصب عني، وانا ما رح اكل ولا رح امل لحتى رجع الزعامة اللي سلبتني اياها. سعادة لكل حادث حديث. سلام عليكم. اهلين يونس، شلونك؟ معلم نوري، ابي بسلم عليك، بقول لك انه كثير رجال غربة واقفين بالسوق وشكله ما بيريح منوب. وما عرفتوهم منين؟ لا والله يا معلم ما عرفناهم. فارس يعقوب، الحقونا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. ليكم معلم إجا. أهلين بشكري. أنت شو بدك مني؟ سلامتك. بس بدي حقي ومستحقي. مالك عندي شي؟ مالي عندك شي؟ معناها تشاهد على روحك. عندك. حياتك انت اللي بدك تشاهد على روحك ولا طلع برات الحاره احسن ما طلعك محمل انت وزبالتك. طلع لك انت فهمني شو دخلك فايت على حارتنا وعم تتعدى على ابن عمي يلي من لحمي ودمي؟ بتقلي شو دخلني؟ اي اي
اضرب لك احرمه اضرب لك احرمه رجالك وحليق يا رب يا ريح حلاق مرهك فارس يعقوب مش عم الفرن زعيم سلموا ايديك الله يلعن الشيطان يا ابن عمي زعيم اسمعني زعيم اسمعوني كلكم انا غلطت كتير بحق نوري ابن عمي وانا هلا وهون واليوم مستعد انه اصلح غلطي مشان هيك في شي لازم تعرفوه عبود الشامي مو هو اللي حرق المدرسة ولا هو اللي حرق الفرن ولا هو اللي حرق دكانتك يا أب فهمي لك مين اللي حرقهم يا شكري؟ أنا يا شيخي أنا اللي حرقت الدكة وأنا اللي حرقت الفرن وأنا اللي حرقت المدرسة كان بدي بيّن لكم إنه نوري مانو أهل للزعامة لأنه كنت مفكر إنه أنا بستحقها للزعامة الله يلعن الشيطان الله يلعن الشيطان بس ألف الحمد لله الحمد لله إنه عقل الرحمن رجع لي وأنا مستعد صلح كل شي خربته أنا بدي لكم كلمة ولازم تسمعوني منيح نوري هو زعيمنا وغصب عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى الله يلعن الشيطان يا ابن عمي الله يلعن الشيطان على حب النبي تسامح أنت ابن عمي لك شكري حياتك اللي بزت عليك ورد اللي زدت عليه شوكي يعني سامحتني يا زعيم ليش الظفر بيطلع من اللحم لك شكري الله هيك ها الله يديم المحبة بيناتكم يلعن المشاكل وساعتها اي والله اي والله